بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الإمام قدامة رحمه الله: القسم الثاني أخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر. عادة الذي يتكلمون في السنة يبدأون بتقسيم الأخبار من حيث طريقة ورودها إلينا، لأن هذا من الناحية المنطقية هو أول مبحث فعلا. المبحث الأولاني كمسألة أولية نحن نوقن أن مقتضى الإيمان أن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة لا يسعه إلا أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويصدق خبره، فمن تشكك في لزوم هذا عليه فهو خارج من الملة بإجماع المسلمين. فهذه أول واحد. ثم انتقلنا على ذلك الكلام على أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تنقل إلينا عبر واسطة ولا نسمعه مشافهة، يبقى محتاجين نتكلم على هذه الواسطة. الواسطة هذه هي التي دخل منها الشيطان، شياطين الجن والإنس والمسمون بالقرآنيين وغيرهم، اللي هم قالوا يتشككوا في الواسطة اللي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والتشكك في الواسطة تشكك في القرآن ذاته، لأن القرآن أحال على السنة: إن نحن نزلنا الذكر إن له لحافظ ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دي قضية على قضية منتهية. مهم جدا نعرفها، أن التشكيك في أن يوجد وسيلة يمكن أن تصل بها السنة إلينا تشكيك في القرآن ذاته، تشكيك في الدين ككل. إذا نحن نوقن أنه لابد من وسيلة يطمئن إليها القلب ويتعبدنا الله بها يصل إلينا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان كده سميناها أخبار، رغم إن احنا بنتكلم عن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأقواله فيها أخبار وفيها أوامر فيها إنشاء غير أفعاله، لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكن هي أخبار طالما وجدت واسطة فصار خبر باعتبار أن هذا الواسطة يخبر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فعله أو عن إقراره. قلنا إحنا في النهاية الواسطة دي مهما طالت بنتكلم على أخبار مركبة يسهل تفكيكها. أول واحد يقول لك سمعت فلان قال فلان إلى أن وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده كده بيقول خبر واحد. الخبر عبارة عن إيه؟ الخبر جواه فلان سمع عن فلان، سواء بيخبر أنه سمع من فوق وبينسب كل الكلام ده لمن فوق. أنا عايزين نشوف وهكذا. لما تخلص من دي تيجي للتاني هتلاقي بيخبر خبر. طيب ده كده من حيث المبدأ ان احنا معنيين باخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بكل ما اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم باحوالي باقوالي وافعالي وتقريراتي التي اخبر بها عنه الرواة. قال لك طيب ممكن بيجي لك هذا الاخبار بطريقة لا يملك الإنسان أنه ينظر فيها أو يقول لما نفكر لما نشوف، لا يجد نفسه مضطرا إلى التصديق. وإذا سموت متواتر وليه هم قالوا كذا؟ في احنا في فرق بين كلام أهل السنة
وبين الاستثمار السيء من قبل اهل البدع على الكلام ده. هم اهل السنه لان لما بيتكلم على المتواتر وانه يفيد العلم الضروري او يفيد العلم او يفيد القطع او يفيد اليقين او غير ذلك، يعني بيقول لك مش محتاج انك تقعد تدور. يعني تخيل مثلا الان انت يجي لك خبر معين و1000 واحد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وعمال انت عايز تشوف الاولاني ده ينفع تصدق خبره ولا لا، طب التاني ده حفظ ولا لا، يبقى في ارهاق بغير ما فائدة. ان وجود هذا العدد وجود عدد ما في نقطة معينة بيصل في نفس الانسان ان يجد نفسه مضطرا الى التصديق بهذا الخبر. ما سوى المتواتر فهو آحاد، وآحاد غير واحد. وده أول حاجة زيفوها في الاصطلاح عند العامة، يقول لك إن أخبار الآحاد، لا ده الآحاد معناها أخبر. احنا قلنا المتواتر هو خبر الجماعة عن الجماعة، عدد كبير عن عدد كبير، وأن عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما فيش احتمال أنه يكون قاعد اتفق ويكذبوا، فده المتواتر. جماعة كبيرة يروون عن جماعة كبيرة يروون عن جماعة كبيرة. وأما من سوى ذلك فيخبرك به آحاد من الناس. فإذا كان المخبر آحاد من الناس احتجنا إلى النظر في أحوالهم، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يبقى في الأخبار تتبين. ودي ده ملخص علم المصطلح، إن مدام إن اللي بيخبر المعول على أمانة المخبر يبقى لازم نشوف. غير المتواتر كان في معول على شيء آخر، إنه حاجة مش ممكن يستحيل عقلا تكون كذب. هتيجي كذب إزاي وده قالها وده قالها وده قالها وما كانوش قاعدين مع بعض، وده يقول شفت وده يقول شفت وده يقول شفت، مش يقول ده فكرت أو حسبت أو كل الكلام ده. ممكن ناس تغلط كتير غلط واحد في طريقة التفكير في طريقة الحساب، لكن يقول شفت سمعت يبقى خلاص. يبقى أخبار الأحد هو من عدا التواتر. طيب ابتداء كده يعني ايه اخبار احد، او ايه الثمرة لما نقول ده خبر احد؟ يعني يحتاج الى نظر. طيب هناك في الذي لم يحتاج الى نظر المتواتر، قالوا هل يفيد العلم الضروري ام العلم النظري؟ يعني هل انت كده زي ما انت شايف لما بيجي لك خبر من ناس متعددين، هل وصلت للدرجة كأنك ترى ما يحكون عنه رأي العين، ولا استخدمت عقلك برضو في انك انت قلت ده فلان دول عددهم كام وده مين وده طب ممكن يقابلوا بعض؟ لا مش ممكن. ده الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، ان هم قالوا المتواتر يفيد العلم الضروري ام النظري. الضروري اللي هو انت لوحدك كده زي واحد شايف نار قدامه هيجري منها، شايف ميه قدامه هيقوم مادد ايده وشارب، فده حاجه ما مرتش على العقل او من البدهيات او الفطريات. فهو بيقول هل التواتر يفيد العلم الضروري ام النظري؟ وده خلاف وقلنا ملوش ثمره كبيره. وهو الظاهر انه بيفيد في بعض درجات العلم النظري ويفيد في بعض الدرجات الاخرى العلم الضروري. بمعنى انت في لحظة احنا قلنا ابن المسألة العكس، مع اول واحد قال لك قلت ده يحتمل الصدق او الكذب، لان اي خبر يحتمل الصدق او الايه او الكذب، والمعول على حال المخبر، فانت ممكن تكون لسه عايز تشوف اللي قال لك ده وضعه، يجي واحد تاني تقول ممكن اتنين يكذبوا، ده يكذب لوحده وده يكذب لوحده وتطلع نفس الكذبة.
طيب الثالث الرابع جيت في لحظة تقول الكلام ده مش ممكن يكون كذب، لأن كل دول ما يعرفوش بعض وقالوا نفس الخبر، ده علم نظري كده، غير انك انت واقف في مكان والناس طالعة كلها تقول تجري تقول جوه في حريقة، انت ما لحقتش تفكر العدد مش العدد، مش من هول المصيبة، المقصود هنا من كثرة من اخبر وطريقة اخبارهم وتوقيت وقوع الخبر، كل دوت افاد العلم الايه الضروري. العلم يعنون به القطع، يعني المتواتر قطعي افاد القطع، انت بتقطع به يعني بتنفي تماما الاحتمال الاخر. العلم تقول هذا صحيح بنسبة 100%، لا يوجد احتمال خطأ. طيب ولكن وصلت لده بالنظر العقلي ولا وجدت نفسك مضطرا؟ ده هو الخلاف في كده. اما اخبار الاحاد فتحتاج الى نظر، عمرها ما هتبقى ضروري، ثم بعد النظر تفيد الظن الراجح بصدق المخبر. يعني انت واحد يجي يقول لك فلان بيقول كذا، فانت مهما كان فلان ده ما لم يكن مع الواسطة ده ما لم يكن معصوما، عمرك ما هتقول انا وصلت كأني سمعت الكلام من الايه من المتكلم. لكن انت هتنظر، يبقى ابتداء ما دام الخبر خبر احد، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، قلنا المحدثين بيقولوا عشرة، هنا الاصوليين قالوا لنا مش هنقول عدد، انت هتيجي في لحظة كده كل خبر لوحده بص فيه امتى هيحصل لديك انه انتفى تماما اي فرصة انك تحط احتمال ان في خطأ، هو ده الايه التواتر. لكن مادام ما وصلتش لكده، واحد اللي اخبر، اثنين ثلاثة اربعة خمسة، بتنظر في احوالهم تقول مادام في واحد منهم ولو اكتر يبقى افضل بلا شك، معروف عنه انه ما يكذبش، يبقى غالب الظن ان المنسوب اليه الخبر تكلم بالفعل. ليه غالب الظن؟ لان الراجل اللي انت بتقول عليه ما بيكذبش وارد يكذب مرة، ولانه لو ما كذبش وارد ينسى. عشان نتكلم كلام عقلي مجرد، يبقى اذا خبر الثقة، خبر الصدوق، خبر الامين يفيد ظنا راجحا بحدوث ما اخبر به. خبر الامين الصادق يفيد ظن راجح بحدوث ما أخبر. طب خبر غير الصادق يفيد ظن مستوي الطرفين، وما دام مستوي الطرفين هو ده الشك فيطرح، فضلا ان واحد يكون معروف عنه انه ما بيحبش يقول حاجه صدق، فايه دايما يقول الايه الكذب، يبقى ده بيفيد مع انه مره ممكن يصدق، فيفيد ظن مرجوح بانه صادق، يعني في وهم، ده يسموه وهم وطبعا مرفوض، ومستوي الطرفين مرفوض. انت بتقول خبر الامين الصادق يفيد ظنا راجحا بان الامر على ما اخبر هو به. وليه قلنا ظن راجح ما قلناش قطع او يقين؟ لأنه وارد يكذب طالما انت مش عارف انه معصوم، ووارد يهم. الكلام ده ككلام عقلي، لكن احنا عندنا خبر اخر بأن السنة محفوظة، يبقى السنة في الجملة محفوظة، انت مع كل راوي هتعمل كده، لكن تقول تطبيق هذه القواعد الشرع اللي لما
يجي واحد يعلمكم الدين ما دام ثقة اتعلموا منه الدين. طبعا ده حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل الواحد لأهل البلد يعلمهم دين الله تبارك وتعالى. والشرع أخبر بأن الذكر محفوظ والسنة من الذكر، يبقى كل الكلام العقلي ده احنا مش في حاجة إليه. يعني مثلا نقعد نقول هل كان يمكن أن يفرض الله علينا الصلوات ستة؟ كان يمكن. طب بقى نقعد نألف فقه جديد والصلاة السادسة تبقى معادة؟ لا، هي انت مسألة التصور العقلي حاجة والشرع حاجة تانية. يعني بمعنى المستحيل عقلا مستحيل انه يجي في الشرع، لكن في شيء ممكن عقلا. ابو لهب هل كان ممكن عقلا انه يؤمن؟ ممكن عقلا انه يؤمن، لكن احنا مع الخبر انه يموت على كفره كان يستحيل انه ايه انه يؤمن. ففي فرق، المستحيل عقلا مستحيل شرعا، والممكن عقلا يعني له احتمالين. ممكن يكون الشرع لقى احتمال منهم، في خبر بيقولك مش هيحصل، تقول ممكن ان اهل الارض كلهم يرتدوا، ممكن ما ولا واحد يؤمن، ممكن عقلا. واذا كان انت عندك مليون واحد، مليار، مئة مليار، اي رقم تختار، الاولاني ده ممكن يؤمن ممكن يكفر، اه ممكن يبقى، والتاني والتاني، طب ممكن كلهم يكفروا، ممكن كلهم يكفروا، ده كلام ايه؟ امكان عقلي. في احتمالين عقلا، ممكن ده يعني من الجائز يحصل، ده من جائز. الشرع لك مش هيحصل، في احتمال منهم مع انه مستساغ عقلا، لكن عندك خبر من مقدر المقادير انه لن يحصل. فانت تقول هو كان احتمال ممكن يحصل لكن ما حصلش. يبقى اذا المسألة هنا عشان التداخل من المبحث العقلي، احنا قلنا في الاصول دايما يحبوا يبحثوا المسألة ايه عقلا. ليه؟ عشان وجود المنطقيين ووجود غيرهم. الامر الثاني، المسألة المستحيلة عقلا خلاص خلصنا منها، لكن الممكنة عقلا بقى ما نوقفش عندها، لازم نشوف الشرع هل حذف احد الاحتمالات ام لا. فهنا في الاحتمال ان يكذب الصدوق، واحتمال أن يهم، نقول ده بغير السنة. في السنة لن يجعل الله تبارك وتعالى دينه يضيع، الشرع أمرنا نتحرى، فإذا تحرينا انتهى الأمر. غير أمر تاني طبعا، إن اللي عايز يشترط اليقين تتعطل كل شيء، الأحكام القضائية لا يشترط فيها اليقين، لا في الشرع ولا في القانون الوضعي. يقول لك شهد الشهود، طب ما ممكن يكذبه، لا طب، ولكن لو انت عملت كده تتعطل مصالح الايه العباد. فالشرع تعبدنا بالظن الراجح، مسألة مهمة جدا في بناء مسألة قبول السنة، بالظن الراجح، ان انت تقول الثقة دعوت الشرع تعبدنا بالظن الراجح، مع وجود يقين في الجملة ان الشرع لا يمكن ان يحرف او يبدل او يضيع. ده انت في حاجات ممكن تخطأ فيها، والخطأ فيها وارد وما فيش عصمة، وانت متعبد بيها برضه، انت متعبد بان انت اصاب ثوبك نجاسه، بعض الموسوسين عايز يجيب عدسه مكبره يشوف النجاسه طهرت ولا لا، الشرع بيقول لك اغسلها لغايه ما تشوفش حاجه قدامك وما تشمش ريحه وهكذا. طب ما انت ممكن تخطا، ومع هذا انت متعبد بما تمكنت منه، وهو انك تفعل ما يغلب على ظنك انك قد ازلت النجاسه. يبقى ايه ده مع احتمال الخطا وارد، بينما في نقل الشرع بنقول الخطا غير وارد، لن تضيع السنه. يبقى من الناحيه العقليه خبر الواحد، خبر الاحاد، احاد من الناس لم يبلغوا الجمع الكبير،
يحتاج إلى نظر، فإذا نظرنا فوجدنا أنه من خبر من يوثق بخبره أفاد الظن الراجح بصدق هذا المخبر، وهذا ما ألزمنا الشرع بأن نعمل به وكأننا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا حاسب عقلا مش كده، عقلا انت مش لم تصل الى درجة الثقة كالسامع. نقول له شرعا كده، الشرع نزل للناس كلها، وان وقال رب مبلغ اوعى من سامع، وامر الناس سواء السامع او المبلغ ان يمتثلوا. يبقى وإن كنا ما وصلناش لدرجة اليقين إلا وصلنا لدرجة الظن الراجح مع يقين إجمالي، خد بالك، بأن الشرع لا يضيع ولا يحرف ولا يبدل. يبقى ده القسم الثاني، عشان كده ما بتكلموا على المتواتر وبعدين على الأحد، لأن الأحد بعد ما يعرفوا وبعد هيقول محتاج نظر، ويقول النظر ده حيوصلنا، إن وصلنا من هذا النظر إلى ظن راجح بصدق هذا الخبر اعتقدنا ثبوته وكأننا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شاهدناه، ثم نبني على ذلك العلم والعمل. هو نفسه قال احنا علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهل ده كل الكلام ده ما احنا نقول هنا في ظن راجح أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبتدي نبني عليه الايه العلم والعمل. بعد هذا الكلام الإجمالي يبقى خلاص كده مهد الطريق، أن نقول ما هي القواعد التي نصل بها إلى استكشاف وجود غلبة الظن بصدق هذا الخبر من عدم. يبقى هي دي قواعد علم المصطلح، هي كلها متاخدة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن مع كون أن الأخبار أن هو ما نتعامل مع أخبار مركبة، واحد بيحكي أن التاني قال له والتاني بيقول لا ده أنا سمعت التالت وهكذا، تحتاج الأمر إلى قواعد تعتبر من أرقى وأنضج نتاج بشري في حفظ السنة النبوية. اجتهاد علماء الحديث كان في غاية الدقة والإتقان في بسط هذه القاعدة القرآنية في طريقة التثبت وتطبيقها على الجزئيات الكثيرة التي نجمت عن أن الخبر ينقل جيلا بعد إيه؟ بعد جيل. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنه لا يحصل به. أنا خد بالك عندنا مسألة خبر الواحد، هل أفادك العلم أم أفادك الظن الراجح؟ الإمام أحمد في بعض الأحيان بيسلك مسلك سد الذريعة، يقول هذه المصطلحات ما ندريه، اللي ندريه الشرع اعتبر هذا هو العلم، يبقى اللي بيأتينا بخبر الواحد هو العلم. وفي رواية يقول لهم ايه العلم عندكم، يقولوا له القطع واليقين، يقول لا مش هو ده بس احنا ايه متعبدين به. يبقى خبر الأحاد إذا صح أفاد الظن الراجح، لم يفد الإيه؟ العلم، ولكنه يحتج به في مسائل العلم والعمل. فما أقول لك لم يفد العلم يبقى ما نحتجش به في أبواب الاعتقاد، لا ده كما ذكرنا الباب ده خلوا الاصطلاحات بتاعته متداخلة غاية التداخل. في فرق بين هل أفادك الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم أفادك الظن الراجح أنه قال. دي اللي بيسموها العلم أو الظن الراجح، القطع أو الإيه أو الظن الراجح. فإحنا بنقول هو ظن راجح،
ومع هذا تعبدنا الله به في مسائل الاعتقاد اللي بيسموها مسائل العلم احيانا وفي مسائل العمل، يبقى هو حجة في باب العلميات والايه والعمليات في مجال الاعتقادات والعمليات وهكذا. قال: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنه لا يحصل به، وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأن نعلم ضرورة أن لا نصدق كل خبر نسمعه، ولو كان مفيدا للعلم، لو كان الخبر مفيد للعلم لا لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين. يعني حتى إذا كان بيتكلم على مطلق الأخبار ففي أخبار كتيرة متعارضة، إذا كان حتى على الأخبار الصحيحة ممكن يجي خبرين صحيحين متعارضين ونقول أحدهما قد وهم. قال: ولا جاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به، والراجح أنه يجوز نسخ القرآن بحديث الأحاد. قال: لكونه بمنزلتها في إفادة العلم، ولا وجب الحكم بالشاهد الواحد، ولا استوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر. لا، احنا بنتكلم هنا على الاخبار، اخبار الاحاد الصحيحة. اما مطلق اخبار الاحاد فلا تفيد ولا حتى الظن الراجح، تفيد الظن فقط. اما الرجحان يجي منين؟ من لما نتأكد ان ده من خبر الثقة، يبقى ورود خبر يفيد الظن اللي ممكن الظن المتردد بين الصدق والكذب، فإن صار الظن في صدقه راجحا فهو الخبر المقبول الذي يعمل به. قال: وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤيا: يقطع على العلم بها. قال: وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤيا، رؤية الله في الآخرة يعني، وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله، فيكون إذن من المتواتر، إذ ليس للمتواتر عدد محصور. قال: ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. طبعا هم دول اصطلاحهم أولى وأسلم. هذا علم دين الله، هذا العلم الذي أمرنا الله أن نتعلمه. وإن كان لو أنت ناقشت الأصوليين والمتكلمين وعرفوا العلم بأنه ما تجده في نفسك ضرورة ولا تحتاج معه إلى نظر، مضطر تقول لهم لا مش هو ده العلم. لكن إيه اللي استفدنا احنا من وراء الكلام دوت؟ ما احنا هيبقى اسمه ظن راجح ولكننا ايه متعبدون به. فرض الاصطلاح ده في حد ذاته كان احد المكاسب اللي حققها المتكلمون. يعني هم بلا شك فرضوا علينا الاصطلاح ده، فبدأوا يلجوا منه الى غيره. بعض اهل الحديث كان بيبقى له موقف صارم في رفض هذا الاصطلاح، كما هي رواية عن احمد رحمه الله عن بعض اصحاب الحديث. يقول: قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، ونقل من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر. يقول: فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيئا سمعاه أو رأياه، يعني هو خبر واحد أهو بس معاه قرينة، أما يكون أبو بكر رضي الله عنه بيروي للتابعين شيء حضره مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واسطة واحدة في أعلى درجات الصدق تزن ملايين الرجال، فأقول لك ده أعلى من المتواتر. وعايز أقول المسألة في كل واقعة بإيه؟ بحالها. فقال: فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيئا سمعا أو رأيا لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب، مع ما تقرر في نفسه لهما
وثابت عنده من ثقتهما وأمانتهما. ولذلك اتفق السلف على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل ما من مسائل الإيه؟ العلم، وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها. ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها، والإجماع حجة قاطعة. فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب. يعني بيقول الأحاد اللي بلغ من درجة الثقة العالية ديت لو وقع تعارض مش هنحيله أبدا إلى الثبوت، هنقول إيه المعنى أو النسخ، مش هنقول لعل البعض قد وهم. يعني يقول في درجة في حديث الأحاد حتى لو حصل فيها تعارض مش هنحط احتمال الوهم، بل هنقول يا إما في طريقة للجمع أو نسخ مفيش وهم. قال فأما التعارض فيما هذا سبيله هو أعلى درجات الصحة ديت فلا يسوغ إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وأي الكتاب. يقول وقولهم إن لا نصدق كل خبر نسمعه، فلأننا إنما جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من القرائن زيادة الثقة وتلقي الأمة له بالقبول. ولذلك اختلف خبر العدل والفسق. أقول لك خبر الواحد دخل في ذلك أخبار الفساق فطبعا لا يفيد إلا ضم في أول الأمر بمستوى الطرفين، وممكن يحصل ومستوى الطرفين لا يعمل به لأنه شك. لكن هنتكلم هنا على بعض أخبار الآحاد تبلغ في الثقة بها مبلغ المتواتر. قالوا أما الحكم بشاهد واحد فغير لازم، فإن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله. الاشتراط شاهدين في الشهادة لأن فيها تهمة، يبقى وده باب سيأتي. ولكن يحصل من الناحية المنطقية احتجاجهم، قالوا لو شاهد واحد قطع يبقى التاني ده تحصيل حاصل، ولكن شاهد واحد ظن واثنين ظن أعلى. يعني شاهد واحد عدل ظن راجح بأن ده صدق، ونجيب معاه كمان واحد يترجح الظن أعلى. طب ليه الشرع قال اثنين واحنا بنقول الرواية أخبار الأحاد واحد اثنين ثلاثة؟ يعني يمشي معنا خبر الواحد إذا كان ثقة. نقول لأن ما فيش تهمة في الرواية، ما فيش تهمة، بل في مانع شرعي وقدري إن حد يجترئ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع صلاحه وتقواه غير اللي معروفين بالكذب وهكذا. ده كده كان تمهيد لتعريف الخبر الأحاد. نشوف تعليق العلامة الشنقيطي على هذه الجزئية. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني أخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر. اعلم أولا أن الآحاد جمع أحد، وهمزة أحد مبدلة من واو فأصلها وحد، وربما نطقت العرب فيه بالواو على الأصل. ومنه قول نابغة ثوبيان:
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي، مستأنس واحد. وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد التواتر الذي قدمنا تعريفه، لأن القسمة ثنائية عند الجمهور، قسمة ثنائية عند الجمهور، يعني معنى كده في ناس بيقولوا القسمة إيه؟ ثلاثية، يعني يقول في متواتر وأحاد وبينهما المستفيض، يعني خبر أحد يكون بيروي عدد كبير بس لم يبلغ حد الايه التواتر، يخلوه قسم الواحد ولا يخلوه جزء من الأحاد الجمهوري، ولا كوايا متواتر استغنينا فيه عن النظر، يا أحد نحتاج فيه إلى النظر ولو نظر يسير. وممكن الأحد نقول أعلى درجات المستفيض وأقلها الغريب اللي هو خبر الواحد فعلا. فبيقول خبر الأحاد هو ما لم يدخل في حد التواتر، لأن القسمة الثنائية عند الجمهور، يعني الخبر باعتبار مجموع طرقه واعتبار طريقة وروده إلينا إما متواتر وإما أحاد، وعليه على طريقة الجمهور في أن القسمة ثنائية، فالمستفيد الذي لم يبلغ حد التواتر من الأحاد، على طريقة الجمهور المستفيد ايه من الأحاد، خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية فجعل المستفيد واسطة بين المتواتر والأحاد، وأقل المستفيد أربعة، وقيل اثنان وقيل ثلاثة. وأشار في المراقي إلى هذا بقوله وخبر الأحاد مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر، حط قيود هو للمتواتر، فمن عري عنها صار خبر ايه احاد وهو مظنون، يبقى ده اللي بده، ولا خبر الاحاد مظنون وتعريفه هو ما عروا عن يعني ايه عن حد التواتر. قال والمستفيد منه، يبقى المستفيد ايه جزء من الاحاد، نوع من الاحاد وان كان اعلى، والمستفيد منه وهو أربعة أقله، وبعضهم قد رافع عن الأربعة، والمستفيد منهم وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد، يبقى كل اللي بيروي اثنين عن اثنين على الأقل ما فيش ولا طبقة جي فيها واحد، يبقى ايه كأنه هيخلي الآحاد غريب ومستفيد، ده عند البعض، والبعض برضو لها تفاصيل أخرى. قال والمستفيد منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي، الأكثر من اثنين، يبقى الواحد غريب والاثنين عزيز وأعلى من كده يبقى مستفيد مثلا. قال وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جلي، ده قول تاء، يعني هو بيقول ايه الاحاد هو ما ليس بمتواتر ومستفيد جزء منه وهو لازم تكون اقل طبقة في اربعة، وناس قالوا لا ممكن تكون اقل طبقة في اتنين، وفي قالوا ممكن تكون اقل طبقة في تلاتة اللي هم رفعوه عن الواحد او رفعوه عن الاتنين، وغير بقى ان هو قسم من الاحاد قول اخر جلي واضح مش محتاج شرح. قال وجعله واسطة، طبعا لما يبقى علم الاصول ويتقال نظم، ولذلك بعض الاخوة يبقى عايزين يدرسوا مراقي السعود او غيرها، في الواقع تجد انك هيبذل مجهود كبير جدا في حل الغاز الكلام فضلا عن الغاز المعاني، يعني انت عشان تقول بس هو قصده ايه موضوع تفصيل واذا وكان عن في الاخر تلاقي شروح المنظومات ديت اول ما فكك كلام خلاص استهلك كل الجزء الموجود فيها، وكأنها تتم للي فاهم الموضوع عشان يسهل عليه الحفظ لو كان المنظومات ايه اسهل. يقول لك وجعله واسطة بين المتواتر والاحاد قول آخر، غير أنه يخلي
المستفيد جزء من الايه من الاحاد، وهو قول جلي. يقول العلامه السنقيطي رحمه الله اختلفت، قال المؤلف رحمه الله تعالى، يبقى هو كده شرح لنا عنوان كلمه اخبار الاحاد، وبعدين هياخد جزء من كلام ابن قدامى. يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد إلى آخره. حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي هل يفيد خبر الأحاد اليقين أو لا يفيد إلا الظن، أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب، أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب. الأول هو مذهب جماهير الأصولين أن أخبار الأحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين، وهو مرادف المؤلف بالعلم، هو مراد المؤلف بالعلم، يقول العلم قصده الايه اليقين. فالعلم هو اليقين في الاصطلاح، وحجة هذا القول يقول ان هو بس يفيد الظن فقط، انك لو سألت عن اعدل رواة خبر الاحاد ايجوز في حقه الكذب والغلط لاضطررت ان تقول نعم، فيقال قطعك اذا بصدقه، قطعك اذا بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له. انت دلوقتي خبر واحد دي اخبارك خبر، انت بتقول الراجل ده عدل فانا اوقن بهذا الخبر، يقول لك يعني ده مش مستحيل يكذب، تقول لا، يقول لك خلاص منين جبت الايه القطع انه لم يكذب هذه المرة. المذهب الثاني انه يفيد اليقين اذا كان الرواة عدولا ضابطين، واحتج القائلون بهذا بان العمل بخبر الاحاد واجب والظن ليس من العلم، حتى يجب العمل به لأن الله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق. دول ما المسألة عندهم شرعية فقط، الشرع أمرنا بأن نتعلم دين الله وأرشدنا إلى من إحدى طرق هذا العلم الثقة بخبر من يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ثم من أرسلهم هؤلاء، فحصل بهذا أن هذا هو العلم الذي نحن متعبدون به، بس يبقى هو ده العلم، وهذا لن نسميه ظنا لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد وحكاه الباجي عن ابن غويز من داد من المالكية، وهو مذهب الظاهري. المذهب الثالث هو التفصيل بأنه إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن، ومثال ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وأحضار الكفن والنعش. ومن أمثلة أيضا أحاديث الشيخين، كلامهما للتابعين، خذ بالك من تبع، احنا قلنا دايما ايه كل خبر عبارة عن أخبار مركبة، فأنت إذا كان الخبر بينتهي إلى الشيخين فهذا الواسطة اللي وصلت إليهم الأول لازم إيه تشوفها، لكن التابعي لما كان بيسمع أبي بكر أو عمر كان هذا عنده يفيد اليقين. قال أن القرائن دل على صدقهما لجلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح. لا هنا استغفر الله، يقصد البخاري ومسلم أن كان هذه لا تفيد القطع عند وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد. واخترع هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضوي، قاله صاحب الضياء اللامع، ومن اخترع هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على مقامة القرآن على صدقه خاصة دون غيره. يقول قال مقيل وعفى الله عنه الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم، أن خبر الأحاد أي الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين، هو من إحداهما قطعي ومن الأخرى هو من إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني، ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة،
وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار وآحاد، وينظر له من ناحية أخرى وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر. فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين فقتلنا هذا قطعي شرعا، يعني تيجي تقول لك انت متأكد انك اللي بتقدم عليه ده شرعي، شرعي 100%، ان الان شهود عدول بيشهدوا هل هذا شرعي؟ ايوه شرعي قطعا، ده شرعي قطعا، ده شرعي. لكن يقول لك طب هل قطعا دول ما كذبوش؟ من لاش دعوة بقى، هو في احتمال يكونوا كذبوا، لكن الشرع قال لك لما ييجوا دول، ييجوا عدول ويشهدوا يقتل بهم، واحتمال كذبهم الله أعلم به. الذي شرع الشرع قال افعل، لو قلنا ممكن يكذبه يبقى ابتلاء من الله لهذا الرجل، لكن احنا مش متعبدين ان يجي كل شهود نقول ممكن يكذبه تتعطل الايه الاحكام. في امر بلاغ الدين بقى بنقول مش هيحصل نثق في رواه وبعدين يطلعوا ايه كذابين. ليه؟ لان عندنا خبر اخر بان الشرع معصوم. قال ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعا، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى. وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الواحد، ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل روى، واختير ذا أن إن القرينة احتوى، وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوه كسفر والأخذ. الأمور كلها في الحياة فضلا عن الشرع مبنية على الظن الراجح، فما مش هيجي دي فقط اللي يقولك لازم فيها الايه اليقين. قال ويوضح أيضا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر، أي ظهر لنا غلب على ظننا نسبة هذا الكلام إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا التنبيه مهم جدا، يقول تنبيه اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول. ثالث، يفيد العلم ويفيد الظن الراجح، ما نقول ويفيد العلم الذي أمرنا أن نعلمه وأن نعمل به، وإن كان احنا تكلمنا في التفاصيل ده، لكن حد يرتب على الكلام دوت يجرنا للكلام على طب هل الراوي ده ممكن يكذب ولا مش ممكن، طب ده تسميه ده قطع ولا تسميه ظن راجع، يبني على هذا أن يصادم ما تواتر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة إلى الأمصار فيعلمون الناس العقائد والأحكام. دي قطعي، دي قطعي. قال اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الأحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الأحد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الأحد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلان أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل، والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله، وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي، وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه المطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات.
ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك، فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه، وما ذكرتم بأن العقل يجيزه أو يوجبه كذبتم بل هو يمنعه. وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة، كاختلافهم في أفعال العبد وجواز رؤية الله بالأبصار، وهل العرض يبقى زمانين إلى غير ذلك. فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسند صحيح، ويعلم أنه لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحصل ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل. وعلى كل حال، فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه، كما أنها تثبت به أوامره ونواهيه، كذلك تثبت بها صفاته، وقد بينا أنها من إحدى الجهتين قطعية، يعني أنها قطعية من حيث لزوم العمل بها، وأن هذا هو الذي دل عليه الشرع. وإن قالوا إن هل يمكن أن الإنسان يكذب أو لا يكذب، نقول ده ظن راجح ونحن متعبدون به أيضا. في الواقع أن هذا التنبيه من الإعلام الشنقيطي قد يكون نوع من استباق الفصول التي تلي ذلك، التي يناقش فيها العلامة ابن قدامة، ابن قدامة رحمه الله، مذاهب الناس بعد ما ناقش مذاهب الناس في خبر الآحاد هل يفيد القطع أو يفيد الضم، سوف يناقش مذاهبهم في خبر الآحاد هل يعمل به في العقائد والأحكام أم في العقائد أم في الأحكام فقط أو نحو ذلك. هذا نستكمله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. ما في كنا في هذا الدرس بين الحين والآخر بنتناول فقرات من كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعد رحمه الله، وبقالنا فترة ما ناخدش في درس الفقه، توقفنا عند باب المواريث وحنقلبه قواعد فقهية فترة كده، إلى ربما يكون على بداية فصل الصيف والإخوة تخلص امتحانات نبتدي المواريث مع بداية الصيف إن شاء الله. ففي خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله يكون درس الأربع قواعد فقهية، فالإخوة اللي كانت بتحضر لو عايزة تكمله نقبل إن شاء الله، نحن نحاول نخلص الكتاب في هذه الفترة قبل أن نعود مرة ثانية نتناول في الفقه في المواريث ونستكمل المرة الثانية إن شاء الله.